يسعدني وبأسمى آيات الشكر أن أرفع أصالة عن نفسي وباسم السيدات والسادة أهل الفن والإبداع في الجزائر، أعمق العرفان والشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أبدى حرصا شديدا بكل ما يرتقي بالثقافة الوطنية، كما أولى فائق العناية بفئة الفنانين، وها هو على العهد والتزام السيد الرئيس يرتسم واقعا مشهودا بصدور القانون الأساسي للفنان، ممهورا برعايته السامية وحرصه النبيل على أن يكون الفنان الجزائري الواجهة المشرقة لبلادنا داخل الوطن وخارجه. بعد صدور مرسوم الرئاسي الخاص بالقانون الأساسي للفنان، نحن كقطاع الثقافة نثبت هذه الخطوة العملاقة في مجال الفعل والحقل الثقافي ككل، لأن هذا القانون هو بمثابة منارات مضيئة لمسار الفنان، وكذلك هو خارطة الطريق لتعامل قطاع الثقافة ككل مع الفنان والمبدع والفاعل الأساسي في هذا الحقل، ويعطينا شفافية ووضوح أكثر لحقوق وواجبات الفنان والفاعل في الحقل الفني ككل، كما هو مذكور في المرسوم التقني الفنون، العامل في أو الإداري في مجال الفنون، المؤسسات الثقافية. إذن هو كله متكامل، وهاته كما قلت آنفا عبارة عن منارات مضيئة لمسيرة الفنان وعلاقاته بالمجتمع والإدارة والحياة الاجتماعية ككل. ما يمكن توجيهه أو قوله لفاعلي الحقل الثقافي بولايتنا ولاية سقهراس، نتمنى العمل سويا على الدفع بالإبداع والفن ككل بمختلف فروعه نحو الأمام، نحو غد مشرق، نحو طريق مضاء، طريق واضحة لإبراز المكنون الثقافي والفني الذي تسخر به وما أعظمه على مستوى هذه الولاية التاريخية، ووكد على مصطلح تاريخية لأنها عندها باع، لها باع كبير في مجال الفن والإبداع. فما مطلوب من كما قلت الفاعلين في هذا الحقل هو السير بخطى ثابتة والتوجه إلى الطريق المضاء، وأعود مجددا إلى القانون الأساسي للفنان.